السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ فليكتشر 2 في كورس السي ان سي. المذكرة اللي أنا بشرح منها اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن، تقدروا تنزلوه عشان تتابعوا معايا الشرح. بالنسبة لليكتشر 1 احنا كنا اتكلمنا عن معنى السي ان سي، العمليات اللي السي ان سي بتقوم بيها، طريقة حركة السي ان سي، واتفقنا ان السي ان سي بتبرمجة الحركة على 3 محاور، هما محور الإكس ومحور الواي ومحور الزد. لو في حاجة مش مفهومة في الحاجات ديت أو في طريقة الشرح، ممكن حضراتكم تسيبولي كومنت بحيث إن أنا أقدر أعرف إن طريقة الشرح كويسة أو مناسبة ولا مش مناسبة، أو إيه الحاجة اللي إحنا نقدر نطورها في طريقة الشرح بحيث إن المعلومة توصل بسهولة للجميع والكل يستفيد. طيب تمام، النهاردة هنتكلم عن موضوعين مهمين في السي ان سي. اول موضوع هو انواع الاصفار اللي موجودة في مكنة السي ان سي، تاني موضوع هو طريقة حركة مكنة السي ان سي او طريقة حركة الطول بتاعت السي ان سي، تنقسم لقسمين او نوعين من الحركة، هو الابسوليوت والانكريمنتال. هنبدأ باول موضوع معانا، هو موضوع انواع اصفار مكنة السي ان سي. زي ما احنا اتفقنا ان السي ان سي متبرمجه للحركه على 3 محاور، الاكس والواي والزد. ال3 محاور دول بيتقطعوا في نقطه، النقطه دي بنسميها نقطه الاصل او الهوم بوينت او الريفرنس بوينت. تمام، عشان نفهم الموضوع ده ببساطه خلينا نضرب مثال بسيط. احنا عندنا مثلا هنا دي التيبل اللي متثبت عليها الورك بيس، وانا عايز اعمل هول السنتر بتاع الورك بيس دي، ولنفترض بالشكل ده. دلوقتي الطول بتاعت السي ان سي بتبقى موجودة عند الهوم بوينت دي هنا، ماشي. ولنفترض مثلا ان السنتر ده هيبقى عند نقطة مثلا الاكس بكام، الاكس مثلا بستة او بسبعة، حط هنا الاكس بسبعة مثلا، والواي بكام، الواي بنيجاتيف مثلا 10، على اساس ان هي على امتداد المحور واي. تمام، فالسي ان سي بيبقى فيها خانتين في البرنامج، خانة الاكس والواي وخانة ايه الجي كود. طيب الجي كود ده خليه بعدين، هندرسه في الجزء العملي بحيث ان احنا ما نتلخبطش دلوقتي. خلينا دلوقتي في الحركة. دلوقتي انا عايز اروح عند الاكس بسبعة والواي بنيجاتيف 10، هقول للطول في خانة الاكس 7 والواي نيجاتيف 10، هتروح الطول واقفة هنا، وقال لها الكود الخاص بعمل الدريلينج، هتنزل تعمل دريل هنا وتطلع تاني من مكانها. كلام جميل. طيب دلوقتي السي ان سي اتحركت عن الاكس ب7 والواي نيجاتيف 10 وعملت الدريل. تمام، طيب بس انا لو قلت للسي ان سي 7 ونيجاتيف 10، هي مش عارفه انا، طب انا هتحرك منين، فين الريفرنس بوينت بتاعتي، فين المكان اللي هنسيب له حركتي. يعني مثال مثلا، انت دلوقتي بتكلمني وبتقولي انا بعد على بعد 50 كيلو، بس ما كملتش باقي الجمله، ما قلتليش انا على بعد 50 كيلو منين، من البيت ولا من المدينه ولا منين بالظبط. كذلك السي ان سي، فانت لازم تحدد لها نقطه الصفر بتاعتها اللي تقدر من خلالها تقيس المسافه 7 في الاكس نيجاتيف 10 في الواي عشان تقدر توصل للسنتر بتاع الورك بيس. طيب انواع الاصفار دول نوعين او 3 انواع، بس اللي احنا معنيين بيهم هم نوعين بس. اول نوع معنا هو الفيكسد زيرو، والفيكسد زيرو ده السي ان سي بتحدده في الكورنر تلقائي من نفسها في الكورنر بتاع التيبل. طيب تمام، طب انا لو مش عايز مثلا احدد الزيرو او الريفرنس بتاعي في الكورنر بتاع التيبل، في تاني نوع اسمه الفلوتينج زيرو. الفلوتينج زيرو ده انت بتقدر مثلا تحدده في اي مكان انت عايزه، على التيبل، على الورك بيس، زي ما انت عايز، بحيث ان انت تقدر تتحرك بالطريقة اللي تريحك. زي ما احنا شايفين هنا ان الفلوتينج زيرو محددينه هنا في السنتر بتاع الورك بيس عشان اقدر اسهل عملية الحركة عليا شوية. تالت نوع معانا قبل ما ننسى هو نوع اسمه الاوفسيت زيرو. الاوفسيت زيرو ده احنا ما بنقدرش نتدخل فيه لان المكنه بتاعت سي ان سي متبرمجه عليه، بحيث ان المكنه بتاعت سي ان سي يبقى ليها ريفرنس للارقام اللي انت بتدخلها لها.
تقدر تقيس منه، تمام؟ والاوفسيت زيرو ده زي ما قلنا ان احنا ما نقدرش نتحكم فيه، فاحنا مش معنيين بيه. ده بالنسبة لأول موضوع معانا فليكتشر 2. تاني موضوع معانا هو أنواع الحركة بتاعة التول، سواء كانت أبسليوت أو إنكريمنتال. طيب احنا ممكن بدل ما نشرح المذكرة نشرح على الوايت بورد، بحيث ان الموضوع يكون بسيط جدا. نشرح على محورين، محور الإكس ومحور الوار. هي السي ان سي زي ما احنا عارفين بتتحرك على 3 محاور، اكس واي وزد. بس عشان الموضوع يكون بسيط ومفهوم، هنشرح على محور الاكس والواي واللي هينطبق عليهم هينطبق على محور الزد. تعال نحط ارقام هنا، مثلا 1 2 3، نحط مثلا هنا 0، نحط أرقام على الواي 2 3 4 5، تمام. ولنفترض إن إحنا عندنا مثلا نقطة هنا 2 و2 مثلا، أدي الإكس ب2 والواي ب2، ونقطة تانية الإكس ب4، نقطة كمان الإكس ب6 والواي ب5، تمام. زي ما احنا قلنا عندنا نظامين للحركة، أبسليوت وإنكريمنتال. طب ايه هو الأبسليوت؟ لنفترض ان هنا مثلا الجزء دوت عبارة عن ورك بيس، عايزين نتحرك على الورك بيس للنقطة 2 و2 ونعمل عندها اوبريشن، نقطة 4 و3 وكذلك النقطة 6 و5. طيب اول نظام هو الأبسليوت. الأبسليوت يعني ايه؟ الأبسليوت معناه ببساطة جدا ان انت بتنسب حركتك للصفر. يعني مثلا الطول بتبقى واقفة هنا، انا ببقى عايز اروح عند النقطة دي، فبروح كاتب في الاكس 2 والواي 2، فالطول تروح لي عند النقطة دي، تمام. عشان نتخيل الموضوع بشكل اكبر، البرنامج بتاع السي ان سي بيبقى فيه خانة اسمها الاكس، وخانة اسمها الواي، وخانة للجي كود. الجي كود ده هنعرفه في الجزء العملي، احنا اللي يهمنا دلوقتي طريقة الحركة، فخلينا في الاكس والواي. الجي كود ده خاص بالعملية اللي التول هتقوم بيها. طيب خلينا في الحركة الاكس والواي. انا واقف هنا عند 0 و0 اللي هي الهوم بوينت بتاعتي، زي ما احنا قلنا في الجزء بتاع الاصفر، واقف عند الهوم بوينت بتاعتي وعايز اروح عند النقطة ديت عشان اقوم بأي اوبريشن، فاروح قايل له روح لي عند الاكس ب2 والواي ب2، هتروح التول جاية وواقفة هنا. طيب الريفرنس بوينت بتاعها مين؟ هو الزيرو. طيب انا واقف هنا عايز اروح عند 4 و3، هقول له عادي بمنتهى السهولة روح لي عند الاكس ب4 والواي ب3. طيب الريفرنس بوينت بتاع النقطة دي مين؟ الزيرو برضو، لان احنا شغالين ابسليوت. يعني انا ما اتحركتش ل4 و3 من عند النقطة مين 2 و2، لا انا اتحركت ل4 و3 من عند النقطة 0. تعالوا نروح ل6 و5، نفس الكلام 6 و5، الطول هتحرك من هنا لهنا عادي جدا، بس الريفرنس بوينت بتاعتها كانت الزيرو مش ال4 و3، لان انا لو وقفت بالطول هنا عند الزيرو 0 ورجعت الطول كده اقول له ارجع عند الزيرو في الاكس والزيرو في الواي، الطول هتقف هنا. قلت لها مثلا ارجعي تاني ل6 و5، 6 و5، الطول هتقف هنا اهو تاني. ده نظام الابسليوت. احنا دايما يعني بنفضل ان احنا نشتغل بنظام الابسليوت، بحيث ان الانكريمنتال بيبقى فيه شوية عمليات حسابية جمع وطرح، فانت بتبقى مركز في حاجات تانية عشان ما نتلخبطش بس. طيب تمام. طيب خلينا نمسح ده ونشرح نظام الانكريمنتال. دلوقتي بفرض ان الطول واقفة عند 0 و0، واقفة هنا بالظبط كده، وعايز اروح عند 2 و2، هقول لها
ماشي، روحي عند الاكس باتنين والواي باتنين، الطول هتحرك من هنا لهنا، تمام. طيب انا لو عايز اروح عند النقطة اللي بعديها الاكس باربعة والواي بتلاتة، الريفرنس بوينت بتاعتي هتكون مين؟ هتكون النقطة اللي قبلها اللي هي اسمها اتنين واتنين، مش هتبقى الزيرو بقى زي الابسوليوت، هتبقى الريفرنس بوينت بتاعتك اتنين واتنين. فعشان اقدر اتحرك لاربعة وتلاتة لازم ازود وحدتين في الاكس وازود كمان وحدة في الواي، يعني هقول له الاكس هنا باتنين والواي هنا بواحد، هتروح لي فين بقى؟ هتروح لي عند الاكس باربعة والواي بتلاتة. طيب خلينا نعيد مرة كمان، لو انا عايز اروح عند الاكس بستة والواي بخمسة وانا واقف هنا عند الاكس باربعة والواي بتلاتة هعمل ايه؟ هقول له زود لي على الاكس اتنين وزود لي على الواي اتنين عشان اقدر اوصل لنقطة الستة والخمسة. طب انا واقف عند الستة وخمسة وعايز ارجع عند الزيرو وزيرو، بساطة جدا هقول له نيجاتيف ستة ونيجاتيف خمسة. ده بالنسبة لموضوع الانكريمنتال والابسوليوت. احنا النهاردة عرفنا موضوعين معانا في ليكتشر 2 اللي هم انواع الاصفار وطريقة الحركة اللي بتقوم بيها مكنة السي ان سي. فاضل لنا بس ان احنا نعرف الاكواد اللي مستخدمة في السي ان سي. احنا عندنا نوعين من الاكواد، الجي كود والام كود، والاتنين بنستخدمهم في البرنامج مع بعض. هنشرح النهاردة اول كودين من الاكواد ديت. طبعا دوت الجي كود اهو، وده الديسكريبشن بتاعه قدامه، العملية اللي بيقوم بيها يعني. هنشرح الجي 00 والجي 01 اللي هي الرابيد بوزيشننج واللينير انتربوليشن، تمام. طبعا الاكواد دي كتيرة جدا، احنا مش هنشرح كل ده والموضوع بسيط. احنا اللي احنا هنعوزه بس اللي هم 10 اكواد او 11 كود بالكتير، موضوع بسيط عشان محدش يشوف كل الاكواد دي ويقول هنحفظها ويتخض وكده، تمام. تعالوا نشرح الجي 00 والجي 01 ونشوف الواجهة بتاعت البرنامج. زي ما احنا شايفين هنا ده ال N اللي هو رقم السطر اللي انت بتكتبه في البرنامج، تمام. ده دي خانة الجي كتبنا فيها جي 00، ودي الاحداثيات اللي احنا عايزين نروح عندها. طيب ايه فايدة الجي 00 ده وبيعمل ايه؟ الجي 00 ده بيعمل حاجة اسمها رابيد ترافرس. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيعمل انتقال سريع من نقطة لنقطة، بس مش هو جوه الشغلانة، لا هو بره الشغلانة كده. يعني مثلا انا عملت عملية دريلينج هنا على شكل مستطيل زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والطول خلصت السايكل بتاعتها واستنتني هنا، يعني الطول بعد ما بتخلص السايكل بتستناني هنا، تمام. انا عايز مثلا اتحرك لنقطة تانية عشان اقوم بأي عملية تانية، فبروح قايل لها جي 00 روحي لي عند الاحداثيات اللي هي بتاعت النقطة اللي انا عايز اتحرك عندها، اللي هي الاكس بكذا والواي بكذا والزد بكذا، هي تروح لي. طبعا ما ينفعش نتحرك بالجي 00 واحنا جوه الشغلة عشان ممكن تعمل دامج للشغلة نفسها او الورك بيس، او ان انت مثلا تشوه الورك بيس. فالجي 00 ما بنستخدمهاش غير واحنا فوق سطح الشغل او بعيد عن الشغل، تمام. ده بالنسبة لأول كود معانا اللي هو الجي 00، تمام. تعالوا نشوف الجي 01 اللي هو اللينير انتربوليشن. زي ما احنا شايفين دي الطاولة او التيبل بتاعت السي ان سي، وفي هنا حاجة زي المنجلة كده فكين بيتربطوا على الورك بيس او البارت بتاعي بيثبتوه، تمام. هيخش مصطلح معانا جديد هنا في الكود دوت اسمه الفيد. الفيد ده عبارة عن ايه؟ يعني انا عايز التول تاكل كام ملي في الدقيقة، وطبعا برضو هنحط الاكس والواي والزد. طيب الجي 01 بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها لينير انتربوليشن. انت لو عندك تول لو عندك ورك بيس بالمنظر دوت وعايز تاكل من السطح بتاعها مثلا اتنين او تلاتة، دايما واحنا بنكتب الكود في السي ان سي سطح الشغلة بتاعي هو بيبقى الزيرو بتاع الزد، لو نزلت بتبقى بالنيجاتيف لو طلعت بالبوزيتيف. طيب فلنفترض ان انا واقف عند الاكس هنا والواي والزد، واقف هنا مثلا في المكان ده كده في المكان دوت، تمام. وعايز اروح للنقطة، يعني عايز اكل الجزء ده كله بالارتفاع دوت، تمام.
هروح قايل له في الزد انزل مثلا وليكن الارتفاع ده نيجاتيف 2، واقول له روح لي عند النقطة دي اللي احداثياتها اكس وواي بتوعها كذا وبفيد كذا مثلا، تمام؟ يبقى انا هقف هنا، هتيجي التول تقف هنا وتنزل تعمل دريلينج وبعدين تمشي كده. انا عملت حاجة اسمها لينير انتربوليشن، يعني انا مشيت خط في الورك بيس. خط ده سمكه ايه؟ هو عبارة عن سمك التول. الموضوع ده هنعمله تاني في العملي عشان حضراتكم تخيلوه بشكل اكبر. ده بالنسبة للجي 01 لو عايز امشي خط في الشغلانة. طبعا العمق بحدده من الزد، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ملي، وطبعا الوحدة اللي انا بمشي بيها برضو بحددها. ده بالنسبة لاول كودين معانا، الجي 00 والجي 01. المحاضرة الجاية هنكمل بقية شرح الأكواد. أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتم من المحاضرة، ولو في أي استفسار ممكن تسيبولي كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.